بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الشيخ الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون قال قال ابن القيم رحمه الله وحقيقة وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم قال ابن القيم رحمه الله وحقيقه الالحاد فيها الميل بالاشراك والتعطيل والنكران هذا بيت من النونيه لابن القيم رحمه الله وحقيقه الالحاد فيها الميل بالاشراك والتعطيل والنكران هذا هو هذا هو الالحاد يا اسماء الله وصفاته يجمع هذه المعاني وعموم عموم ذلك الميل بها عما دلت عليه الى معنى اخر لا يليق بالله عز وجل، نعم. واسماء الرب تبارك وتعالى كلها اسماء واوصاف تعرف بها تعالى الى عباده ودلت على كماله جل وعلا فهي تشتمل على معنيين المعنى الأول أنها تعرف بالله عز وجل وبعظمته وجلاله إذ كثرة الأسماء العظيمة تدل على عظمة المسمى وكذلك هي مما يتقرب إلى الله جل وعلا بها تقول يا رحمن ارحمني توسل بها الى الله يا عزيز اسألك العز بطاعتك وهكذا نعم وقال ابن القيم رحمه الله فالالحاد اما بجحدها وانكارها واما بجحد معانيها وتعطيلها نعم واما واما بتحريفها عن الصواب الإلحاد هو الميل عموما والمراد بها الميل بها الميل بها عما دلت عليه إلى معنى لا تدل عليه بل تدل على ضده فهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته توعد الله من فعل ذلك بقوله ذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الذي يلحد في أسماء الله في يفسرها بغير تفسيرها أو يطلقها على غير الله جل وعلا هذا من أعظم الإلحاد نعم قال ابن القيم رحمه الله فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها وإما بجحد معانيها وتعطيلها واما بتحريفها عن الصواب واخراجها عن الحق بالتاويلات واما بجعلها اسماء لهذه المخلوقات فالالحاد له معان كثيره ويجمعها الميل بها عما دلت عليه الى معان لا تدل عليها نعم. واما بجعلها اسماء لهذه المخلوقات كالحاد اهل الاتحاد فانهم جعلوها اسماء هذا الكون محمودها ومذمومها الاتحاد وحدة الوجود وهم أكثر الخلق والعياذ بالله نعم حتى قال زعيمهم هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا انتهى هذا من من معاني الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن تفسر بغير معناها الصحيح أو تجعل أسماء للمخلوقات أو أسماء لهذا الكون كله نعم قلت والذي عليه اهل السنه والجماعه قاطبه متقدمهم ومتاخرهم اثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذا هو المنهج السليم. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا بلا تعطيل فالغلو في الإثبات يكون تمثيل والغلو في التنزيه يكون تعطيل فأهل الحق يتجنبون المعنيين إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء لا أحد يشبه الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير فبعد أن نزه نفسه عن مشابهة المخلوقات أثبت لنفسه السمع والبصر فهذا يجمع بين الإثبات لله عز وجل صفات الكمال مع تنزيه الله عن الصفات التي لا تليق بالله عز وجل نعم وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه ومثاله فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقية لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين فله سبحانه صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين نعم كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله او تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعم من؟ فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه يعني نفاه عن الله عز وجل نعم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه أو جحد معناه وهو أثبت أثبت الأصل ونفى ما دل عليه هذا الأصل فهذا داخل في الوعيد وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون نعم فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يعني يكون في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر فهو يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين لأن المؤمنين لا يتصفون بهذه الصفة وهي مشاقة الرسول وإنما يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته فهم يتبعون الرسول على ما جاء به سبحانه على ما جاء به صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل نعم على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هذا وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى لمن خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق من عند الله عز وجل فهو لم يقل شيئا من عنده وانما يقول ما قيل له من قبل الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول بعض السلف او جاءنا او كلما جاءنا رجل اشد جدلا من من رجل نترك ما جاء به جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء نعم وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوته كالعليم والقدير والسميع والبصير الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام، الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخو والعفار وأمجد الناقة وأمجد الناقة علفها ومنها ذو العرش المجيد صفة للعرش لساعته وعظمته وشرفه وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه، ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي أن بياد ذا الجلال والإكرام ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو: الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف انتهى. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل هذا الباب يعني في هذا الباب مسائل باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى نعم. الأولى إثبات الأسماء لله الأسماء الحسنى أثبت لنفسه الأسماء وليست مجرد أسماء بل وصفها بأنها حسنى الأسماء الحسنى وكل أسماء الله حسنى نعم. الثانية كونها حسنى نعم الثالثة الأمر بدعائه بها نعم الرابعة ترك من عارض من ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها نعم. الرابعه تركوا من عارض من الجاهلين الملحدين. وذروا الذين يلحدون في اسمائه ثم توعدهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا وعيد شديد نعم. الخامسه تفسير الالحاد فيها. وهو الميل بها عما دلت عليه. نعم. السادسه وعيد من الحد نعم وذروا الذين يلحدون يعني هذا وعيد شديد سيجزون ما كانوا يعملون نعم وفقك الله يا شيخ في كلام ابن القيم رحمه الله لما ذكر اقسام اسماء الله قال الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا اذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام معنى هذا وفقه كل نفي يتضمن اثباتا اما النفي المحض الذي لا يتضمن اثباتا هذا لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى فكل نفي فهو يتضمن اثباتا نعم جزاك الله خير والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين